التهديدات التي وجهها حزب الله باحتلال الجليل ووضع هدف إيراني لمهاجمة آبار الغاز في البحر المتوسط بغية ضرب الاقتصاد الإسرائيلي هما عنوان لحملة ترويج إسرائيلية جديدة للتهديدات المتزايدة ضدها، وفي مركزها إجراء تدريبات لسلاح البحرية حرص فيها على زيادة الحراسة على حقول التنقيب في البحر المتوسط والمطالبة بشراء 4 سفن حربية جديدة. وبهذه الادعاءات صعدت تل أبيب حملة ترويجها لما تعتبره تزايد المخاطر المحدقة بها وتحريضها على أن إيران وحلفائها في المنطقة يستهدفون آبار الغاز كرد على حملة تشديد العقوبات الاقتصادية ضد طهران. تفعيل منظومة عسكرية متكاملة من سفن وتحليق جوي واستخبارات يمكن أن تشكل معا ردا عسكريا قويا في وجه التهديد. حملة التخويف من ضرب آبار الغاز استكملت مع نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية خطة